متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم آخر تطورات الأحوال الجوية في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم، والتي تشير تقريبا إلى خلو سماء المملكة من تواجد لأي من السحب والغيوم. كما نلاحظ المملكة بدأت فيها في ساعات الصباح بعض السحب، ولكن لاحقا توزعت هذه السحب في مناطق أخرى. المنطقة الشرقية للبحر المتوسط هي تأثير كميات كبيرة من السحب الممطرة، ذلك نتيجة حالة من عدم الاستقرار الجوي. خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء قد تمتد بعض من هذه السحب إلى داخل الأراضي الفلسطينية، وربما يصل بعض إلى المنطقة الشمالية من المملكة. ذلك طبعا ناتج عن تواجد لكتلة هوائية باردة، ولكن في طبقات الجو العليا في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. كما نلاحظ حتى هذا اللون الأزرق هو يشير إلى وجود هذا الهواء البارد في طبقات الجو العليا، والذي يتصادف في ذات الوقت بامتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر، ووجود لمركز آخر إلى المنطقة الشمالية من مصر أو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. هذا الامتداد لمنخفض البحر الأحمر يعمل على بقاء بعض الشيء، وجود لبعض الأحوال الجوية غير المستقرة خلال 72 ساعة القادمة في نطاقات وأماكن محدودة. الطقس بشكل عام سيبقى خريفيا لطيف الحرارة، مائل للبرودة حتى في بعض المناطق، لكنه يكون باردا نسبيا في ساعات الليل ودرجات الحرارة دون المعدلات. ولكن بسبب هذا الامتداد لمنخفض البحر الأحمر وتلاقيه مع ذات كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، يكون هناك فرصة لأن تشهد بعض المناطق بعض الزخات المحلية من الأمطار. هذه خرائط توقعات الهطولات المطرية خلال 48 ساعة القادمة. إذن غدا الثلاثاء كما نلاحظ هناك توقع بامتداد لبعض من الزخات الممطرة المحلية باتجاه الأراضي الفلسطينية، وجزء منها قد يمتد إلى بعض مناطق الأغوار الشمالية والوسطى، وقد تطال بعض المناطق من محافظات إربد وعجلون وأجزاء بسيطة من محافظة البلقاء ضمن تأثيرات هذه المناطق بحالة من عدم الاستقرار الجوي. تتراجع فرص الأمطار مع ساعات الليل ليل الثلاثاء الأربعاء، وتعود فرص مرة أخرى لبعض الزخات المحلية المحدودة من الأمطار نهار يوم الأربعاء، تعاود هذه الفرصة بالتراجع مساء يوم الأربعاء وليلة الأربعاء للخميس، وتزداد مرة أخرى فرص هطول الأمطار كما نلاحظ ببعض المناطق نهار يوم الخميس بشكل عشوائي. ولكن خلال ساعات الليالي القادمة سنلاحظ ارتفاعا ملحوظا في نسب الرطوبة وتشكلا للضباب في المناطق البادئة الشرقية وبعض مناطق السهول الشرقية. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة ليلة الثلاثاء، ليلة الاثنين على الثلاثاء، الطقس سيكون يعني نستطيع أن نقول بارد نسبي في مناطق واسعة، درجات الحرارة تقريبا سجل 13 درجة مئوية، والأجواء صافية في العاصمة. من غدا الثلاثاء أجواء خريفية لطيفة الحرارة لكنها مائلة للبرودة في بعض المناطق، ظهور لكميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، والفرصة تتاح لبعض الزخات المحلية من الأمطار في المناطق الغورية من شمال ووسط المملكة، وصولا إلى بعض المناطق في شمال ووسط المملكة بما في ذلك أجزاء من محافظات إربد وعجلون وجرش. باقي والبلقاء، باقي المناطق الأجواء تكون بها تقريبا مستقرة بشكل تام. درجات الحرارة العظمى غدا وصغرى ليلة الثلاثاء على الأربعاء تكون في إربد من 23 إلى 14، كذلك أمره في جرش 22 إلى 12 في المفرق و20 إلى 11 درجة مئوية في عجلون. المناطق الوسطى في العاصمة 20 إلى 12، السلط 21 إلى 13، الزرقاء من 24 إلى 11، وفي مأدبة من 21 إلى 11، وفي البحر الميت ترتفع العظمى غدا إلى 27 درجة مئوية، والصغرى ليلا 18 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة تكون في الطفيلة 19 إلى 12، في جبال الشرى من 18 إلى 11 درجة مئوية، في الكرك من 18 إلى 10، وفي معان من 20 إلى 10 درجات مئوية، وترتفع في خريج العقبة إلى 28 درجة مئوية، في حين تكون الصغرى ليلا 17 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة تكون في أرويشد من 22 إلى 11، وفي الصفاوي من 22 إلى 12، وفي الأزرق من 23 درجة مئوية نهارا، والصغرى 12 درجة مئوية. بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة فهي على النحو التالي: تكون يوم الأربعاء من 20 إلى 13 درجة مئوية، الخميس من 21 إلى 14، وكذلك أمر هو يوم الجمعة مع بقاء فرص الأمطار مهيئة بين يومي الأربعاء والخميس. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. تابعونا دائما عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو زيارة موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com أو تحميل تطبيقنا طقس العرب من المتاجر ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.